نروح دلوقتي مع حضراتكم لمدينة سمسطة في محافظة بني سويف، لأن ابن المدينة فاز بالمركز الأول بالمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم بتلاوته بدولة الأردن، وهو الشيخ نادي سعد جابر اللي فاز بهذا المركز الأول، وطلب يعني هو طالب من ذوي البصيرة حفظ القرآن الكريم وهو عنده 7 سنوات، يعني ربنا كده يا رب يجعله شفيع لي يا رب وفي ميزان حسناته كده، وألف مبروك. أكيد كمان الشيخ نادي متفوق في دراسته في الأزهر الشريف وحصل على المركز الثاني في شهادة الثانوية الأزهرية، والتحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها بتفوق، وابتدى بالفعل الفترة دي المشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم. خلينا نتابع مع بعض التقرير. وسط منافسة كبيرة ضمت مشاركين من 45 دولة مختلفة، نجح الشيخ نادي سعد جابر ابن مدينة سمسطة بمحافظة بني سويف في الحصول على المركز الأول بالمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بدولة الأردن. تم ترشيح الشيخ نادي للمشاركة في المسابقة العالمية بدولة الأردن عقب حصوله على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة والتي نظمتها وزارة الأوقاف العام الماضي، وكرمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشيخ نادي من أصحاب البصيرة، وبدأ في حفظ القرآن الكريم في عمر 5 أعوام بمساعدة أسرته وجده لوالدته، حتى نجح في حفظ القرآن الكريم في عمر 7 سنوات، والتحق بالأزهر الشريف وأتم حفظ القرآن بالقراءات 7 في 12 من عمره. تفوق دراسياً مثلما كان متفوقاً في حفظ القرآن الكريم، وحصل على المركز الثاني بالشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، والثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية. من بعدها التحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها، وبدأ خلال تلك الفترة في المشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية في حفظ القرآن الكريم. زي ما تابعنا وشفنا في التقرير رحلة الشيخ نادي في حفظ القرآن الكريم وتمثيله لمصر في المسابقة الهاشمية في الأردن وحصوله على المركز الأول في المسابقة، عشان كده احنا معانا ترددت ليه؟ الشيخ نادي سعد جابر مفاجأة بالنسبة لي على الجائزة. صباح الخير عليك يا شيخ نادي. اهلا وسهلا استاذه منى، اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد، وانا بحييكم جميعا بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني الف الف مبروك يا شيخ نادي، ويمكن شرفتنا ورفعت راسنا، ويمكن ده مش حاجه جديده على يعني ابناء محافظه بني سويف اللي دايما في الصداره، لكن عاوز اعرف من حضرتك يعني بدات تستعد للمسابقه امتى، وهل كنت متوقع ان انت تحصد المركز الاول في هذه المسابقه؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تم ترشيحي لهذه المسابقة من قبل وزارة الأوقاف في شهر رجب الماضي. نعم. والحمد لله رب العالمين بدأت الاستعداد لهذه المسابقة منذ أن عرفت بالترشيح، وكان الحمد لله رب العالمين بدأت يعني بعدها مباشرة، رغم أني يعني مراجع لكتاب الله عز وجل مع أحد مشايخنا هنا بالبلدة بالقراءات 7 الحمد لله، لكن بدأت في هذا التوقيت بالذات ختمة جديدة مع أحد. شيخ نادي، أنت حافظ بالقراءات 7؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما شاء الله، الله يفتح عليك. الله يكرمك يا أستاذنا. تفضل كمل. فبدأت بفضل الله معه ختمة، كان أحد المحكمين معنا في المسابقة العالمية، لأعرف يعني ما الذي يدور في هذه المسابقات بالتحديد، وإن كنت قد يعني عرفت جزءا منه من خلال مشاركتي في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في عام 2011 في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، لكن كان حصولي على المركز الثاني في هاتين المسابقتين في الحقيقة أنا كنت يعني طموح أن أنا أحصل أو تحصل مصر، لأن هذه المسابقات تشترط أن يكون من مصر ممثل واحد فقط، فأنا كان يعني رجائي من الله عز وجل أن أحصل على المركز الأول لأسعد أهل مركز سمسطة أولا، ثم أهل محافظة بني سويف بل وأهل مصر. أسعدت المصريين كلهم يا شيخ نادي، أنت أسعدت المصريين كلهم مش بس يعني بني سويف ولا سمسطة. ربنا يبارك فيك يا رب.
دي مش أول مرة تحصل على المركز الأول. السنة اللي فاتت حصلت على المركز الأول في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية وكرمت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاركتك بقى في مسابقة بيشارك فيها أكتر من 43 دولة وحصولك فيها على المركز الأول، تقدر تكلمنا عنها تقولنا إزاي؟ والله في الحقيقة هي هذه المسابقة يمكن كانت تختلف عن غيرها من المسابقات، حتى من حيث يعني توزيع الدرجات، لأن كان في يعني تقريبا 60 درجة للحفظ وهناك 10 درجات بأكملها للوقف والابتداء، وده طبعا يعني رقم بالنسبة لأي متسابق رقم مخيف، لأن يعني لا يكون هناك في هذه المسابقات محكم واحد فقط من دولة واحدة، بل قرابة 6 محكمين من دول مختلفة، فيعني لا يعلم الشخص ما الذي سيحسب له وما الذي لا يحسب له. فطبعا يعني بنكون داخلين هذه المسابقات يعني شعور خوف شديد جدا، لكن يعني انا من خلال هذا المنبر الكريم انا اتقدم بخالص الشكر والتقدير للمصريين المقيمين بدولة الاردن، لاني كانوا عامل اساسي في ازالة الرهبة من قلبي، لان يعني وقفوا بجانبنا هناك، بل وبفضل الله عز وجل تمكنت من خلالهم من إمامة المصلين في أثناء وجودي في هذه الفترة هناك بإحدى أحد المساجد بالمملكة الأردنية الهاشمية، فده كان عامل أساسي في إزالة الرهبة من قلبي بخلاف أي مسابقة أخرى. أكيد أكيد. يعني شيخ نادي أنت من ذوي البصيرة، ويمكن أنا شايف الحمد لله طبعا أولا وأخيرا، يعني أنا شايف أن الإعاقة الحقيقية بتكون هي إعاقة التفكير، وده اللي دايما بيثبته أي حد ربنا حطه في محنة، لأنه هو بيحولها لمنحة وليست محنة. عاوز أعرف حضرتك سامعني؟ أنا سامعك يا أستاذنا، تفضل. عاوز أعرف إزاي قدرت اللي أنت تتغلب على ده، وإزاي قدرت اللي أنت يعني دي ما تكونش عائق قدامك في حفظ القرآن الكريم، الحفظ الدقيق المتقن. والله أنا لأني بدأت حفظ القرآن منذ سن مبكر، وأنا كان حفظي للقرآن الكريم عن طريق التلقين. كانت والدتي تلقنني الآية أو بعض الآية، وأحفظ أحفظها يعني أو تظل ترددها معي حتى أحفظ إلى أن أكمل ما نسميه عندنا إحنا في البلدة باللوح القرآني. اللوح ده بعد ما أحفظه مباشرة كنت أذهب لأراجعه على الشيخ، لكن أنا في الحقيقة يعني لتسمح لي أستاذنا أن أنا أوجه رسالة لكل أب ولكل أم معهم ابن معاق، أقول لهم لا تتعاملوا مع هذا الابن على أنه ولد معاق، بل تعامل معه على أنه يعني إنسان سوي وإنسان سليم تماما من أي إعاقة، حتى تستطيع أن تواجه معه هذه الإعاقة. وكم من معاقين قبلنا، وإن شاء الله سيأتي معاقون بعدنا وسيتغلبوا على 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 هذه الصعاب، والذي سيتعامل مع الإعاقة على أنه على أنها ستقف حائلا بينه وبين ما يريد، فلن يصل أبدا إلى أي شيء. يعني أنا ما بحبش أستخدم لفظ معاق ده، لأن أنا بشوف إن ما فيش إعاقة. الإعاقة الحقيقية زي ما قلت لك هي إعاقة التفكير، إعاقة فكرنا إحنا شخصيا. فيعني كل التوفيق لحضرتك، وطبعا ربنا يجازي والدتك يعني كل الخير، وكل سنة وهي طيبة يا رب. وانت طيب يا استاذنا، ربنا يكرمك يا رب. شيخ نادي، ابتديت حفظ القران وانت عمرك 5 سنين، واتممته ما بين 7 و8، ويعني في وقت قليل جدا بطريقه التلقين زي ما حضرتك قلت، ولكن برضو يمكن وجود اختك الكبرى معاك في البيت وهي حافظه القران وبتتلوه بالقراءات العشر كمان في نفس الوقت، انتوا بيت القران منوره. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وأنا يعني اسمحي لي يا أستاذة أني أقول أن القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يقف حائلا بين إنسان وبين ما وبين أي مهمة يقوم بها أو بينه وبين دراسته. الحمد لله رب العالمين، إحنا كما تفوقنا في حفظ كتاب الله عز وجل، أنا يعني كما يعني تكرمتم بإذاعة هذا التقرير بفضل الله عز وجل، كان التفوق في الدراسة، والحمد لله أنا تخرجت في كلية الشريعة والقانون الأول، تخرجت بس الأول على الدفعة الحمد لله، لكن دعوتكم بالوظيفة بقى إن شاء الله. الدراسات العليا ما شاء الله ماشي فيها كويس؟ الحمد لله، أنا الآن طالب بكلية الدراسات العليا قسم الشكر المقارن، الحمد لله رب العالمين. طب ده أنت اللي تدور لنا على وظيفة بقى كده، يعني دراسات عليا وماجستير، ربنا يكرمك يا رب والمستقبل قدامك. يعني أنا لو هكون طماع بس في أقل من دقيقة علشان موجز الأخبار، نقدر نسمع حاجة مما تيسر من يعني القرآن أو الذكر المبين، حاجة قصيرة كده إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله يفتح عليك يا رب، يعني دايما كده تكون في الصدارة ودايما تحصد يعني أول المراكز في كل المسابقات اللي بتدخلها إن شاء الله، وربنا يحقق لك كل أحلامك وطموحاتك يا رب. شيخ نادي سعد جابر يعني الحاصل على المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم بالأردن، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا منصر.